عدى على سوبر ماما هتتعلمي اول درس ليكي في السباكه. لما البلاعه تتسد تاني مش هتحتاجي سباك، كل اللي انت محتاجاه نص كوبايه بيكربونات عليها كوبايه خل. لما الحوض يبقى مسدود عندك هتحطي نص كوبايه بيكربونات عليها كوبايه خل. اوه، لما الفوران يخلص انزلي عليهم بقى بالميه المغليه. لو عملتي الطريقه دي بانتظام مش هتتسد منك البلاعه ابدا.